هو هو واثق في الراجل اللي القضاء. انت قلت عليه، لا الراجل اللي انت قلت عليه بقى ان هو كان في التزوير، انت بتقول انه كان جوزها، يعني معنى كده ان هي اتجوزته وهي لسه على ذمتك؟ ثلاثة، هما ثلاثة كده على ذمتي. ايه ايه ثلاثة اتجوزت، ثلاثة اتجوزت ثلاثة وهي على ذمتي دلوقتي، متجوزة ثلاثة؟ ثلاثة واثنين قبلية واثنين قبليك؟ انا كنت تعرف عن الاثنين دول حاجة؟ اللي دول انت كنت تعرف عنهم حاجة؟ لا ولا علم ولا اعلم. مين اللي قال الكلام دوت؟ النيابة. النيابة هي اللي طلعت الاسايم ديت، اسايم الستة اللي متجوزاهم. النيابة هي اللي طلعت. فهنا هم دلوقتي عرضوا عليا فلوس، حاجة يعني جميلة بقى، بشهود عندي. طيب عايزين نطلق. استاذ سامي معلش انا قطعت طبعا حضرتك، بس هو انا بشكرك جدا، بس طبعا للطرف الثاني حق الرد في ده. بس هي مش هترد، انا متاكد انها مش هترد. لا هي ردت علينا وقالت ان هي هتتواصل معانا. لا لو عارفه ان انا وعندنا ما يثبت ده عادي، فان شاء الله نتواصل معاها. هي لو عارفه ان انا موجود كده مش هترد، لان هي هتقول ايه؟ انا ما فيش ولا كلمه بقولتها ما حصلتش، واللي بقوله كله بمستندات. ففي حاجه طلبي بقى، يا ريت يعني هم طلبوا مني، عرضوا عليا فلوس. مين اللي عرض عليك فلوس؟ هي اخوات ابتسام وابتسام، وقعدوا مع المحامي بتاعي اللي هو رضا خضر. قعدوا مع المحامي بتاعي انا وعرضوا عليه يساوموا، يعني عشان يحل ودي. عشان يحل ودي. طب وانت رضيت ان انت تحل ودي؟ لا طبعا انا ما وافقتش. ليه بقى ما وافقتش؟ ليه بقى؟ معدى سنين كتير. اولا معلش بس في حاجه، في حاجه القانون معلش يعني بيقول ايه، والدين والشرع والدين بيقول ايه. هي دلوقتي عايشه مع واحد. هي عايشة بقى مع ثلاثة؟ لا ما هو تقريبا لخبطتني. لخبطتني كده، لخبطتني يا أستاذ سامي. أنت قلت لي اتجوزت بعدي ثلاثة. أيوه ما جمعت ما بين الثلاثة، ولا كانت بتسيب واحد وتروح تتجوز واحد، ولا إيه؟ تتجوز ده وتسيب ده جايز؟ الله أعلم. أنا طبعا ما دورتش، ما أنا ماليش في الكلام ده. بس هي على ذمتك ثلاثة بعد بس التالتة. حاليا دلوقتي هي على ذمة واحد. عايش معاها حاليا وعارف كل ده، وعارف كل دوت، واتصل بيا واتصلت بيه قال لي انا عارف كل حاجه، واخبط دماغك في الحيط. وده كان اخر واحد، والمحكمه ده اخر واحد اتجوزته. خلاص كده، والمحكمه والنيابه كله بتاعنا. بيهددك يعني؟ بيهددني. فخلصوا طبعا موضوع الفلوس من المساومه وبتاع. ايه عايزين نعمل ايه؟ قلت لهم طيب انا ممكن اوافق على حاجه، على حاجه معينه. طب ممكن نشوف الورق؟ انت تطلقها الاول وانا ردها وتيجيني وتجيني، وتاني يوم اطلقها. ليه عايز تعمل كده؟ لا انا بهرج، يعني بهرج معاهم لسبب. ازاي اطلقها وهي على ذمتك؟ هي كده عايشه، تعتبر عايشه في الحرام من الاخر. طب اعمل ايه هنا؟ احنا ممكن نشوف الورق؟ ماشي. ده عايزه تشوف. دي اوراق ايه بقى؟ ممكن توضح لنا كده؟ فين اسايم القضيه كلها؟ انت معاك انت معاك اسايم الجواز بتاعه الثلاثه اللي اتجوزتهم عليك؟ تقريبا هم موجودين هنا. النيابه مطلعه كل حاجه. اهو ادي واحد. دي قسيمة الجواز بتاعت ايه؟ بتاعت حضرتك ولا بتاعت الزوج؟ لا بتاعت واحد من التلاتة. دي قسيمة الجواز بتاعت واحد من التلاتة. وايه تاني ورق معاك؟ هي وش وظهر. ايه اللي بعده؟ هتصوروها وش وظهر؟ هي باينة. خدناها. خدناها وهنصورها تاني من حضرتك. ماشي. في قسايم تانية.
وبعدين في ملخص كل الكلام دوت التقرير الطب الشرعي موجود. طب ورينا التقرير، معاك التقرير ده؟ اه بس اهو، بس ده مش واضح. ودي صورة أسمة اللي هو معاها دلوقتي. ودي ايه؟ أسمة جواز. دي أسمة جواز مين؟ اللي معاها دلوقتي حاليا. اه لكن اللي انت وريتها لنا دي حاجة تانية. لا ده واحد تاني. مش عارف بقى طلق ولا ما طلقش، الله أعلم. اه يعني ده واحد من الكلام. ما اقدرش اتهم حاجة أنا ما اعرفهاش. طيب. يعني هي رفضت رفضت الرد. ودي الجواز برضو. طيب يا جماعة. ودي قسيم الجواز تاني. ايوه. النيابة اللي مطلعة الكلام دوت مش أنا. احنا هناخد طبعا صورة من حضرتك من كل ده. وماله؟ وطبعا الكلام ده كله على مسؤوليتك. ايوه طبعا. انا بشكرك قوي يا استاذ سامي، انت نورتنا النهارده. وحابه اقول بس ان احنا حبينا نتواصل مع الطرف الثاني، وهو بعد ما كان موافق جدا ان هي تدخل معانا، هي للاسف رفضت الدخول على التليفون. حبينا ناخد منك حق الرد، بس انت للاسف اعترضتي، ومعانا ما يثبت ان انت كنت موافقه ان انت تدخلي معانا. شكرا ليكوا جدا، استناكوا بعد الفاصل.